يا مية مش زعلان ولا حاجة. قرار اني اسيب البيت هنا وامشي ملوش علاقة بالكلام اللي انت قلته لي. طب ممكن اسألك سؤال أخير وأوعدك إني مش هتكلم في الموضوع ده تاني؟ اتفضلي. عايزاك تبقى فاهم إن الحاجات دي بتحصل. يا سيدي اقرأ عنها في النت أو اسأل أي دكتور غيري. الصدمات بتعمل أكتر من كده. ده كلام علمي مش أنا اللي مألفاه. واللي أنت مريت بيه يا طارق مش قليل. عايزك تبقى عارف إن المرض اللي أنت فيه ده مرض زي أي مرض. مش المفروض تبقى مكسوف منه. فين السؤال يا مي؟ أنت بتشوف سارة. بتكلمها. صح؟ أنا عارفة. سمعتك. صح؟ بشوف سارة. بس مش سارة بس. كل ضحايا قضية أبيل بيطلعوا لي. بيطردوني ليل ونهار. هو مش انت ليكي في علم النفس؟ عندك تفسير للي بيحصل ده؟ طارق انت مريت بصدمة كبيرة. ومش كل الناس بيكون رد فعلها على الصدمات زي بعض. في ناس بيجي لها اكتئاب. وفي ناس بيجي لها انفصام. هلاوس. يعني اللي انت فيه ده بيحصل. هو غريب ومتعب. هو انا عارفه انه متعب. بس بيحصل يا طارق. عشان كده انت لازم تتابع مع دكتور عشان تخلص من اللي انت فيه وتركز في اللي وراك. ارجوك يا طارق لازم تتابع مع دكتور. احنا لازم ننزل القاهرة دلوقتي حالا. ليه؟ قبيل نزل صورة ادم ابنك عنده على اكونت بيهدد بخطفه.